في الواقع ان هناك رسائل كثيره تريد ايران ارسالها الى الداخل الايراني اولا ثم الى العالم الخارجي. اعتقد ان في الداخل الايراني هي رساله بث ورعب الى المتظاهرين المحتجين في الشوارع والذين لم يعودوا الى بيوتهم منذ اكثر من 100 يوم. في رساله للنظام اننا لن نعود حتى يعني تتحقق مطالبنا. الرساله الاخرى كانت للغرب فان في ردا على لجنه تقصي الحقائق التي يعني شكلتها منظمات حقوق الانسان التابعه للامم المتحده لتقصي الحقائق فيما يحدث في الساحه الداخليه لايران، ان ايران يعني لا احد ليس يعني لا احد يفرض وصيتها على النظام الايراني في هذا الأمر، وأن النظام الإيراني ما زال مستمرا في مسيرته وأنه بيضرب بعرض الحائط كل قرارات الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان التي أدانت كل عمليات القمع والاعتقال والقتل ضد المتظاهرين السلميين في الشوارع الإيرانية. كلها رسائل أراد النظام أن يؤكد على رسوخ نظامه، وأن ليس هناك قلق في النظام الإيراني من مطالب الشعب بالرحيل أو ما التقارير التي تتحدث عن انهيار النظام الإيراني في المستقبل القريب. أيضا رسائل الغرب الذي يسعى بكل قوة للضغط على النظام الإيراني من أجل الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين والرحيل من السلطة كما ارتفعت يعني كما ارتفعت مطالب هذا الشعب خلال الأيام الماضية. هل تعتقد السلطات الإيرانية أن هذه الإعدامات ستنجح في كبح جماح الشعب الإيراني الثائر والمنتفض منذ أكثر من أشهر؟ يعني احنا يعني عاشرنا يعني خلال سنوات ماضية قامت احتجاجات في الشوارع الإيرانية والشعب الإيراني خرج بيفتح صدره أمام الرصاص من قوات البسيج وقوات الحرس الثوري. كل هذه الأمور لم تردع ولم يخاف الشعب الإيراني ولم يستسلم من أجل تحقيق مطالبه. أعتقد أنها كلها قرارات من أجل يعني حفظ ماء الوجه من النظام الإيراني في ظل فشله في الاستجابة لمطالب الشعب ويعني استمرار التظاهرات، بالإضافة إلى أن سقف المطالب للشعب الإيراني ارتفع إلى حد إسقاط النظام. يعني النظام الإيراني دائما وأبدا متأخر جدا في الاستجابة، ارتفع سقف هذه المطالب وأصبح المطلب الرئيسي الآن هو الرحيل. نعم. رحيل هذا النظام الديكتاتوري. كلها قرارات تؤكد على ديكتاتورية هذا النظام. أي نظام ديكتاتوري دائما وأبدا يستغل مؤسسات الدولة في فرض حكمه حتى على الشعب. النظام لا يريد الاستجابة للشعب ولكن هو يسيس هذه مؤسسات الدولة من أجل الاستجابة لمطالب النظام وليس مطالب الشعب. السلطة القضائية هي مؤسسة المفروض أسست وأنشئت وفقا للدستور الإيراني لحماية الشعب والاستجابة لمطالب الشعب، لكنها اليوم تمارس قرارات وتؤكد على قرارات النظام ضد الشعب الإيراني مخالفة للدستور الإيراني الذي وضعها لحماية هذا الشعب. شكرا جزيلا الباحث في الشأن الإيراني الدكتور مسعود إبراهيم حسن على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من القاهرة.